النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار الطقس الصيفي الاعتيادي خلال الأيام القادمة، درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وليالي لطيفة أيضا مستمرة خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا كالعادة بصورة الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم الخفيفة والمنخفضة التي تشكلت خلال ساعات الصباح الباكر بسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أقصى شمال المملكة. نعود وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس بإذن الله. نلاحظ استقرار درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام طيلة الأسبوع الحالي. درجات الحرارة ستكون صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار، تكون لطيفة مائلة إلى البرودة خلال ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأيضا في المناطق السهلية. نعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة بإذن الله، حيث يسود الطقس صافي مع 20 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، استقرار على درجات الحرارة حول 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى على 19 درجة مئوية. أما يوم الخميس ترتفع قليلا تسجل 30 درجة مئوية، أما الصغرى تستمر مائلة للبرودة بحوالي 18 درجة مئوية. في نهاية نشرتنا استعرض وإياكم هذا الفيديو من البرازيل، حيث تسببت عاصفة قوية في الساحل الشمالي لسانتا كاترينا في البرازيل بوفاة شاب يبلغ من العمر 22 عاما، وتجاوزت الرياح القوية التي رافقت العاصفة مساء الجمعة الماضي 100 كيلومتر في الساعة، كما سجلت 16 إصابة و848 مشردا و650 نازحا في أنحاء الولاية بسبب هذه العاصفة. بهذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.